لكن الآن خلينا نشوف أخبار هوليوود والعالم مع فؤاد حيدر، يمكن أكثر شيء عن الفي ام ايز اللي صارت. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير سارة، صباح الخير هاني، ويلكم باك لكم اثنيناتكم. شكرا، تسلم. ثانك يو. موسم حافل جدا، يعني هلا مع نهاية الشهر رح نشهده بالأسابيع المقبلة، وكمان مع موسم الرياض ولاين اب جدا ضخم يعني مع ارتست من كافة أنحاء العالم. ولكن هذا الأسبوع بدايتنا اليوم مع حدث الأسبوع اللي شغل كل الصحف، وهو حفل الفيديو ميوزك أوردز أو الفي ام ايز. VMAs من أكثر الحفلات اللي تتخلى المفاجآت غير متوقعة، وهلأ رح نشوف أبرز الجوائز اللي تم توزيعها مبارح. فنان العام أو Artist of the Year كانت أريانا غراندي يلي تغيبت عن الحفل. أما جائزة فيديو العام فحصلت عليها تايلور سويفت عن أغنية You Need to Calm Down. أغنية العام كانت Old Town Road لليل ناس وبيلي راي سايرس. أما أفضل فنان أو فنانة صاعدة فكانت بيلي آيليش يلي كمان تغيبت عن الحفل. وبست كولابوريشن أو أفضل تعاون كان لشون مانديز وكابيو عن أغنية سينيوريتا. أما أفضل فرقة كي بوب فحصلت عليها بي تي إس عن بوي ويذ لوف. وأفضل فرقة بشكل عام كمان حازت عليها بي تي إس، يعني جائزتين للفرقة الكورية العالمية. يعني الجدير بالذكر مشاهدينا هو تفوق بي تي اس على عدة فرق عالمية مثل Backstreet Boys و CNCR والعديد غيرهم، فأكيد لهم ألف مبروك جائزتين لبست جروب بالفي ام ايز، وهن راح يكونوا مثل ما سبق وذكرت من أسبوعين بافتتاح موسم الرياض. تغيب بعض الفنانين، أريانا غراندي ما كانت موجودة لأنه عندها كونسرت بباريس وما كانت موجودة هنيك، ولكن كل التابلويز عم يحكوا عن حفل الفي ام ايز، يعني حدث سنوي. يمكن هي ما تبي تجي على اعتبار انه ليش اكيد تبغى تروح؟ بتعرف يعني يعني هي كلمتني قالت لي كنت ابغى اروح. انا اقصد انه الفنان يعرف الجدول السنوي حقه وجدول المناسبات اللي تصير، فاختيار يعني توقيت حفله لها بنفس التوقيت ممكن يكون يعني بوافقك وما بوافقك. الكونسرت مش على طول بيكونوا مختارينهم وبيكونوا بلاند قبل بوقت جدا طويل في اوقات. لا انا اقصد الحفل هذا. اي بس هي صار عندها كونسرت بباريس فلم طيب. يمكن الكونسرت هذا جاء فجاه قالوا لها انه مثلا خلص انا اسحب المداخله كلها. حنكمل بجو الفي ام ايز ومع تايلور سويفت يلي احيت اول اداء مسرحي لاغنيتها الجديده لوفر من البومها الجديد كمان. خلينا نتابع. مشاهدينا كمان من البرفورمنسز يلي لفتوا الانظار ايضا مايلي سايرس يلي ادت اغنيتها الجديده سلايد اواي لاول مره بعد اعلان انفصالها عن ليام من اسبوعين. خلينا نشوف. إذا بتلاحظوا سارة وهاني عم بتقول I'm no longer 17 I'm not who I used to be. أنا ما لم يعد عمري 17، أنا ما بقني الشخص اللي كنت عليه. يعني عم كذا رسالة عم بتحاول ترسلها من خلال الأغنية. مع أنه ليام بس حط بوست على إنستغرام أنه خلص نحن انفصلنا، نحن بصفحات مختلفة بمراحل مختلفة من حياتنا، بس هي بعدها عم تبعت رسائل حول الموضوع. بس يعني تعتقد فؤاد أنه هذا كان يعني رسالة عن زوجها ليام طبعاً. ولا يمكن عشان يعني هي أصلاً طلعت في ديزني كهانا مونتانا، فكثير ناس عرفوها فنانة أنه هي للأطفال أكثر شيء، وكانت تعمل كونسرتس للأطفال، فكثير ناس هاجموها لما هي بدأت تكبر وتعمل أغاني أنه كيف الأطفال يشاهدوك بهذه المناظر ولا بهذه الأغاني. وحتى الأطفال راح يكبرون. ما هو أيوه بس لا هو ديزني لأنه كان يستمر في أنه يحط نفس المسلسلات فكانوا لسه يتفرجوا عليهم. أنا كنت متابعة هذا بلا تحدى بس أوكي. ومن الفي ام ايز الى عالم السينما، وهالاسبوع افضل فيلم على شباك التذاكر كان Angel Has Fallen للممثل العالمي جاريد باتلر، وهو جزء جديد من سلسله افلام Fallen من بعد London Has Fallen و Olympus Has Fallen. بس هالمره باتلر اللي بيلعب دور مايك بانينج هو محور القصه ويتهم بمحاوله اغتيال رئيس امريكا. الفيلم بيضم طاقم عمل ضخم كثير، اضافه الى باتلر رح نشوف مورغان فريمان وداني هاستن وغيرهم كثار. خلينا نتابع بعض اللقطات.
Don't move! I'm coming to you! They're coming at you, Mark! Get him in the water, Cal! Go! Going under. Dive deep. يعني بعد نجاح الفيلم وتصدر شباك التذاكر للمرتبة الأولى بأول أسبوع، مخرج الفيلم كان عم بيقول هالأسبوع الفكرة كانت أنه أصنع فيلم صيفي مع مشاعر حقيقية وبيتمحور حول بطل كلنا بنقدر نتعاطف معه بيشبهنا. شخصية مايك بانينغ بتشبه جيش وقوات حفظ الأمن بالدولة، ففكرة أني قدرت أتواصل مع الجمهور وأحصد المركز الأول بالأوبنينغ ويكند هو بمثابة حلم لإلي. ويمكن جيرالد بوتلر صراحة، يمكن أنا مو مرة أحب الأفلام الأكشن هاني، لكن هو بالذات يسوي الأفلام بطريقة واقعية، فما تشوف هذه الأفلام الأكشن اللي أوقات خيالية بزيادة، فيمكن هذا أكثر شيء كمان قربه من الناس فعلا. ويعني أحيانا عنده شوية مبالغات شوي، بس يمكن الأسماء اللي موجودة مبالغات حلوة يعني، ما هي بمكانها. خلينا نرجع شوي بالزمن لورا وبالتحديد ل 28 أغسطس بس عام 73، صدرت أغنية Let's Get It On لمارفن جاي واللي حازت على جائزة أغنية العام من بيلبورد عام 73. أما بعالم السينما صدر بالصلاة عام 64 فيلم ماري بوبينز من بطولة جولي أندروز وروبرت ستيفنسون وديك فان دايك بوقتها. وإذا بنرجع كمان شوي لورا كمان، آخر ثلاث سنين ما كانوا كتير هينين على أنجلينا جولي، يعني من ملف طلاقة عام 2016 إلى ملف حضانة أولادها وصحتها الذهنية اللي تدهورت كمان. جولي عانت كتير، وهذا الأسبوع تواجدت بمعرض D23 Expo اللي استعرض فيلمين المقبلين The Eternals و Maleficent 2، وأفصحت عن تفاصيل تتعلق بحياتها الشخصية وتحدياتها الأخيرة، وقالت خلال حديثها آخر كم سنة كانوا صعبين كتير علي، وبصراحة بكتير أوقات شعرت أني بالفعل ضعيفة. وأضافت في شيء جميل لما تشعر أنك مش كتير قوي وعم تتحدى نفسك لتصير أقوى. أنا بالفعل محظوظة بخوض دور مثل شخصية ثينا سنت الجاي، مع أنه هي شخصية كتير متفائلة وقوية وربما كمان شرسة ببعض الأحيان، ولهالسبب بأوقات كتيرة كنت أقول ما رح أقدر أدي الدور وأنا مرهقة، بس لازم أقسى على حالي. Maleficent 2 رح نشوفه بعد شهرين بالصلاة، وشفنا هيدا الأسبوع كمان على التابلويدز عم ينشروا صورة لجولي مع ابنها الكبير ماركس فايت على الجامعة، وكانت كتير كمان متأثرة أنه احنا متحمسين اكيد عشان نشوف اخبار كل انجلينا جولي. يمكن مشاهدينا الفنان مهما يحافظ على خصوصيه حياته، لكن يبان في شغله سبحان الله، يبان في الاغاني، يبان في الليركس، يبان في التمثيل قد ايش هو حالته النفسيه مبسوطه ولا لا. شكرا فؤاد على هذه الاخبار، واحنا مشاهدينا حنشوفكم بكره وان شاء الله كذا نفسياتكم جميله وبعيده عن النرجسيه تماما. امين يا رب. يوم سعيد ولقائنا غدا باذن الله. مع السلامه. مع السلامه. شكرا فؤاد.